أهلا بكم. موقف مصر راسخ تجاه القضية الفلسطينية عبر كل الأزمنة والعصور، حيث تواصل مصر دعمها لوقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية بحل الدولتين، فضلا عن زيادة المساعدات والإغاثات إلى الشعب الفلسطيني. ودائما ما يؤكد الرئيس السيسي على أن مصر ستظل دوما على موقفها الداعم للقضية الفلسطينية حتى ضمان الحقوق الفلسطينية العادلة في دولة مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى والوفد المرافق له، شدد الجانبان على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، محذرين من مواصلة التصعيد العسكري واستمرار توسع دائرة الصراع، مؤكدين أن التسوية العادلة للقضية الفلسطينية هي الضامن لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. رئيس الوزراء الفلسطيني أشاد بموقف مصر الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية والجهود الدؤوبة الحالية تحت قيادة الرئيس السيسي لحقن دماء الشعب الفلسطيني ورفض تصفية قضيته وحقوقه المشروعة، مثمنا الدور المصري التاريخي في تحمل مسؤولية عملية إدخال المساعدات الإغاثية لقطاع غزة على الرغم من العراقيل والصعاب في ذلك الصدد. رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال استقباله نظيره الفلسطيني أكد دعم مصر الثابت للأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها الدولة من أجل تسريع وتيرة نفاذ المساعدات لقطاع غزة، فضلا عن الجهود المبذولة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار. مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق طالب بالبدء في تحقيق دولي بكل جرائم إسرائيل منذ بدء الحرب على غزة، كما أكد ضرورة إجبار إسرائيل لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية ومنعها من شن أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية. وخلال كلمته أمام اجتماع للأمم المتحدة حول فلسطين أكد أن القاهرة تبذل جهودا حثيثة لتحقيق وقف إطلاق النار، وأن السلام والتعايش المشترك هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة. مصر واستراليا أكدتا رفضهما التام لقيام إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، محذرين من تأثيراتها على تفاقم الأوضاع الإنسانية المتردية لسكان القطاع ويترتب عنه مزيد من الخسائر الفادحة في الأرواح. وخلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية سامح شكري من نظيرته الأسترالية بينجي وينغ، شدد الوزيران على ضرورة وجوب امتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مما يستلزم وقف اعتداءاتها ضد المدنيين الفلسطينيين وكذلك ضد موظفي الإغاثة الدوليين الموجودين في قطاع غزة. وبينما لا تزال حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة في تزايد، إضافة إلى عدد الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك من خلال عبور شاحنات المساعدات الغذائية والطبية بالإضافة إلى شاحنات الغاز واستقبال المصابين من قطاع غزة. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر لشعب غزة الشقيق. شكرا لطيب المتابعة.